في قضية ليزا الجنائية المزعومة، تم الإبلاغ عن اختفاء فتاة روسية ألمانية تبلغ من العمر 13 عاماً لأكثر من يوم في برلين في يناير 2016. وبعد عودتها ادعت أولاً أنها اختطفت واختصبت على أيدي 3 غرباء. وقد تم استخدام هذه القضية على الفور من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام الروسية لاتهام ألمانيا بالتسامح والتغطية على إساءة معاملة الأطفال، والتي أثارت بدورها مظاهرات روس ألمان في عدة مدن في ألمانيا. لقد تم إثبات كذبة قصة الاختطاف بعد فترة قصيرة من تحليلها من قبل الشرطة بعد فحص سجلات الهاتف المحمول. كما اعترفت ليزا بأنها ذهبت للاختباء طواعية ولم يتم اغتصابها. إن الدور القيادي لألمانيا في الأزمة الأوكرانية وموقف أنجيلا ميركل اللاحقة بشأن العقوبات ضد روسيا وقيادتها في أوروبا شعر الحكومة الألمانية هدفا أساسيا للتضليل الروسي. لا تضرر قضية ليزا فشل ألمانيا بالتفاهم مع روسيا فحسب، بل تثير أيضا خللا في محاولة روسيا لاستخدام العلاقات الشخصية والشبكات غير الرسمية للتأثير على عملية صنع القرار والسياسة الألمانية عندما يتعلق الأمر بالأزمة الحالية. بينما تظل الحكومة الألمانية ملتزمة بشدة بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة، فإننا نرى فقدانا تاما للثقة في العلاقات سيكون من الصعب جدا إعادة بنائها. تبدأ القصة في 11 من يناير عندما احتفت ليزا وهي في طريقها إلى المدرسة التي تم حجب اسم عائلتها وفقا لقانون الخصوصية الألماني، وهي فتاة روسية ألمانية تبلغ من العمر 13 عاما تحمل جنسية مزدوجة. ونتيجة لاختفائها أبلغ والدها الشرطة، لكنها عادت إلى المنزل بعد 30 ساعة وأخبرت والديها بأنها اختطفت من قبل 3 رجال مشغولين من أصل جنوبي أو عربي والذين لم يتحدثوا الألمانية جيدا. علاوة على ذلك، أخبرت الشرطة في البداية أنها تعرضت للضرب والاغتصاب، إلا أن سجل هاتفها أشار إلى أنها بقيت في بيت صديقها عصمت الذي يكبرها ب9 سنوات، وهو ما جعل الشرطة الألمانية تعتذر أن بقية القصة كانت بلاغا كاذبا. ومع ذلك اعترف صديقها بممارسة العلاقة مع ليزا قبل بضعة أشهر، وأجرت الشرطة الألمانية تحقيقات جنائية لرجلين، أحدهما مواطن تركي والآخر مواطن ألماني من أصل تركي، لأن حدوث علاقة مع القاصرات ستكون جريمة جنائية بموجب القانون الألماني حتى لو حدثت طوعا. هذا حدث إلى تغطية إعلامية مكثفة وخاصة في وسائل الإعلام الروسية، وإلى توترات دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا. لقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السلطات الألمانية بتكثيف القضية، ورفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير المزاعم، وحذر روسيا من تسييس القضية. وبعد أن حطت وسائل الإعلام الروسية القصة على نطاق واسع وادعت أن الفتاة تعرضت لسوء المعاملة واحتجزت كعبد جنسي، نظم عدة روس ألمان مظاهرات في عدد أجزاء من ألمانيا في 24 من يناير خلال الاستشواب الإضافي. كان للفتاة رواية أخرى للأحداث قالت فيها أنها ذهبت مع رجال طواعية. وقال متحدثا باسم مكتب المدعى العام: نحن ننطلق من أن العلاقة كانت بالتراضي. نفت شرطة برلين أيضا حدوث خطف أو اغتصاب، ومع ذلك أجرت تحقيقات جنائية أخرى ضد 2 من المشتبه بهم. تمسك أقارب ليزا بالمزاعم التي أثارتها الفتاة في البداية. وفي 29 من يناير قال متحدث باسم المدعى العام للصحافة إن الفتاة في الليلة المعنية كانت في منزل أحد أصدقائها والذي لا يشتبه في أنه كان على اتصال جنسي معها تلك الليلة، لكنه يعتبر شاهدا. عثرت الشرطة على ذلك الرجل من خلال فحص البيانات من هاتفها الخلوي. كما روت الفتاة نفسها عدة روايات من القصة، يبدو أن الفتاة أرادت الفرار وطلبت المأوى في منزله، وقد كانت لديها مشاكل في المدرسة ولم ترغب في الذهاب إلى والديها. ومع ذلك استمر التحقيق الجنائي بشأن سوء معاملة الأطفال ضد ألمانيين اثنين يشتبه في أنهما كانا على علاقة معها قبل أشهر من اختفائها. سن الرضا في ألمانيا هو 14 عاما،
أفقدت التهمة الموشحة ضد أحدهم لأنه لم يكن على دراية بعمر الفتاة الحقيقي. في 29 من يناير وافق شتاينماير ولافروف خلال مكالمة هاتفية على عدم التطرق إلى القضية. في 31 من يناير قال متحدثا باسم مكتب المدعى العام للصحافة إن الفتاة اعترفت على الفور بأن قصة الافتزاب لم تكن صحيحة عندما استجوبها أخصائيون بعد 3 أيام من اختفائها. ومع ذلك قررت والدتها في الأول من فبراير الادعاءات التي قدمتها الفتاة في البداية، مضيفة أن ليزا كانت مصابة بأورام دموية تحت عينيها ودما في فمها عندما عادت إلى المنزل. وعالجت الفتاة في جناح للأمراض النفسية في المستشفى. اتهم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي السلطات الألمانية بالميل إلى رسم الواقع بطريقة صحيحة سياسيا لأسباب سياسية داخلية. وقال من الواضح أن الفتاة لم تختفي لمدة 30 ساعة طوعا. حذر وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير روسيا من استخدام القضية للدعاية السياسية، وتم استدعاء السفير الروسي في برلين إلى وزارة الخارجية الألمانية لإجراء محادثات. قال كارل جورج ويلمان خبير روسيا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، يتم استخدام قصة ليزا كدليل إضافي مزعوم وعلى أن أزمة اللاجئين لم تعد تحت السيطرة. في يونيو 2017 أدين الجاني عصمة بالسجن لمدة 2 مع وقف التنفيذ، ورفض محامي الفتاة المجني عليها التحدث لوسائل الإعلام. وبرر المحامي سيرجي دانكفارد ذلك بسبب حساسية وضع الفتاة التي تختبئ حاليا لدى بعض معارفها نظرا لمشاكل أسرية ومشاكل مدرسية نتيجة لقضية ليزا والأنشطة الروسية المختلفة في سياق النزاع الأوكراني. نشهد تحولا في ألمانيا من هيمنة الاقتصاد على السياسة إلى هيمنة السياسة على الاقتصاد، كما أصبحت روسيا خطرا أمنيا. ذكرت وسائل الإعلام بعد عدة تسريبات أن الكتاب الأبيض الألماني الجديد للأمن حدد روسيا باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية في البلاد. وفقا للكتاب لا تشكك القيادة الروسية في النظام الأمني بعد الحرب الباردة في أوروبا فحسب، بل تستخدم أيضا أدوات للتشويش المستهدف بين الحرب والسلام والاتصالات الرقمية للتأثير على الرأي العام في ألمانيا.